وسلم بقرب الأجل وقرب لقاء وجه ربه الكريم، فخرج لزيارة قبور أصحابه في أحد، وخاصة قبر عمه حمزة بن عبد المطلب، وبعدين راح البقيع. أحد الصحابة بيخبرنا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، وبعد كده سيدنا النبي صعد المنبر وخطب: إني بين أيديكم فرط، وإني عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وورد عن مولى سيدنا رسول الله قال: بعتني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوف الليل، إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي، يعني تعال معايا. فانطلقت معاه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم، وقال لهم كلام معناه: يا أهل المقابر، ليسهل عليكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها. ثم قال لي: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل، فاخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. اقترب الرحيل، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على علم. خرج على المسلمين وهو يربط رأسه من المرض، وجلس على المنبر وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. ففهم سيدنا أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينعى نفسه، وبكى وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا. وظل يردد هذا الكلام، فاستغرب الناس أن أبا بكر يقاطع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدافع عنه النبي وقال: أيها الناس، دعوا أبو بكر، فما منكم أحد إلا كافأناه، إلا أبا بكر لم نستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. ولما اشتد به المرض قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي يوم خرج النبي من بيته وكان سيدنا أبو بكر هيصلي بالناس، فلما الناس رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفسحت له المكان، فسيدنا أبو بكر شعر بالحركة فتراجع عن القبلة، فدفعه النبي إلى الأمام وقال له: صل بالناس. وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواره وصلى قاعدا، فلما انتهت الصلاة أقبل عليه الناس فكلمهم ورفع صوته وقال: يا أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وفي آخر أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افتكرنا وقال للأصحاب: اشتقت إلى إخواني، فردوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فرد: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، وازداد المرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قلبه كان مليان رحمة وحب، خلاه يزور قبور أصحابه ويدعو لهم، ونصح الناس إن هم ما يحبوش الدنيا، كان همه في الأول والآخر الناس والمؤمنين رغم مرضه. وكان رحيم بصديقه وصاحب رحلته، أول رجل أسلم سيدنا أبو بكر الصديق، اللي خلاه يصلي بالناس كإشارة منه إن هو ده اللي هيكون خليفة. ورحمته حنانه لما استأذن أمهات المؤمنين إنه يقضي آخر أيامه وإنه يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، مع إنه صلى الله عليه وآله وسلم مش محتاج إذن، سيرحل الحبيب إلى ربه، لكن للرحيم